السلام عليكم. نتكلم النهاردة عن وحدة إمداد الحبر التانك الديفولبر، اللي هي زر الحبر أو الهوبر أو خزان الحبر. تمام، وظيفته معانا إن هو بيمد الحبر للديفولبر بالنسبة المطلوب ليها. كيفية تشغيله هنتكلم بيشتغل ازاي. موتور الحبر بيحرك الإزازة، تدفع الحبر لفتحة دخول الحبر، الله معنا الفتحة، بتديها للساقية، الساقية بتنقلها لفتحة خروج الحبر. تمام، هنتكلمه عن فتكه وتشغيله ومكوناته. بيتكون معانا من أول حاجة ساقية زر الحبر، هي دي فك التلات مشعبيات، 1 2 3. تمام، فك على المرحلتين، الساقية فيها 4 ريش هما اللي بيسلموا الحبر لسكرابر فتح خروج الحبر. نفك معانا فتحة خروج الحبر، فيها بوابة هنا تفتح وتقفل. تمام، عن طريق الدراع ده. وهنا معانا فتحة خروج الحبر اهي، السكرابر بتاع الريشة بيسلم السكرابر بتاع الفتحة هنا. تمام، في هنا جوان مش موجود حاليا، سفنج. المفروض ان هو الحبر اللي بيطلع من السكرابر ده ما بيطلعش على فوق فبالتالي يكربس حبر، لا بينزل على تحت على طول. تمام، تاني حاجة معانا نفكه قلب زر البودرة مربوط بالأكس اللي بالعرض ده، طلع الأكس كده، واحدة واحدة عشان القلب محطوط عليه سوستة. تمام، ده قلب زر البودرة، ده بيتكون من 3 أجزاء. هنا معانا هنا الملقط، وده وظيفته إن هو بيلقط غطا ازازة الحبر. تمام، يقفل عليها بالمنظر ده ويشدها لورا. وهنا لما بيشد، لو جه شدنا جه لورا هتلاقي جي بتتشد معاها، اللي هي بوابة دخول الحبر. تمام، تعمل الفتحة اللي احنا شفناها في اول الفيديو. ده بيتشد عن طريق، طب انا ممكن بعد اذنك، بس البوابة دي ممكن نشوف منظرها بس كده، ايه تخيلي تمام، ان هي قفلت فين الفتحة هنا؟ المفروض الفتحة بتبقى في الساقية صح؟ المفروض الفتحة بتبقى في الساقية. امسك، تمام، البوابة بالمنظر ده كده، الله ينور انت عليك. هنا مش شايف اي فتحة. تمام تمام، لو جيت انا شديت البوابة دي كده تمام عملت لي فتحة قدام غطاء عملت الازاز. فتحة قدامه غطا الازازة تسلم يا علشان برنس. الملقط كده هنا ما قفلش. تمام، تمام، طب لو انا هنا كده وجيت شديت من هنا الاول، اه عملت ايه؟ قفل، قفلت الملقط. يبقى الملقط قفل على وشديت الغطا. هنا، تمام يبقى انت هنا عملت الوظيفتين، تمام ان انت شديت غطا الازازة وفي نفس الوقت فتحت دخول الحبر، فتحت، شلت، شديت غطا الازازة وفتحت، فتحة دخول الحبر يبقى الازازة كده الفتحة بتاعت الازازة في وش الفتحة دي بترمي جوه، بالظبط. اللي هي بترمي جوه قلب الحبر هنا. تمام، ترمي جوه، بتقابل بقى هنا الريش دي، الريش تاخد الحبر من تمام الفتحة تطلع بيه، تطلع بيه تيجي هنا. بص، لو هنحاول نجيبوها كده بالكاميرا واحنا قافلين دي، انا هنا حاليا بلف، شايف اللقطة دي؟ استنى عشان اركز معاك، انا مش عارف اطفي الفلاش ولا ايه. اهي، لا محدش هيشوف حاجة. ايوه شايف اللقطة دي؟ ايوه دي حركة الريشة. دي حركة الريشة في خبطة السكرابر تديها الحبر. طب انت تمام شفت شوية الهبل اللي طلعوا على فوق؟ تمام لازم هنا يبقى في حاجة تصد الحبر اللي طلع على فوق عشان يتزحلق على تحت. حطولك الجوان، هنا جوان سفنج الجوان مش سفنج. موجود حاليا. تمام، معلش
الله ينور عليك، كلام جميل. معانا القلب ده بنفكه لثلاث أجزاء برضو، في مسمار هنا. يعني هي الجزئية دي شايلة الملقط اللي هو وظيفته ان هو بيفتح الغطاء بتاع ازازة الملقط الحبر، بالظبط، والبوابة والبوابة اللي فتحة هي دخول بتقفل الحبر. الفتحة، الله ينور عليك، بتاع دخول الحبر. تمام، وفي جوان ناقص برضو. في هنا جوان ناقص هنا اهو، علشان الحبر ما يطلعش من هنا، الجيب تبقى كده وهي مقفولة. نحط نسائية. هو ما فيهوش حاجة زر الحبر، شيء جميل يعني. اهو عشان الحبر ما يخرجش من جنب القلب هنا، يسقط حبر في المخ. دي وظيفة الجوان اللي هي هي جوانات في كل المكنة بيبقى وظيفتها وظيفتها. عدم تسقيط الحبر، الحبر ما يقعش في الشاسيه. الله تمام، ينور عليك. معانا الدراع ده طبعا قلنا اللي بيقفل على الاكس بيشد الاكس. اللي بيشد الاكس، والاكس اللي تمام، بيشد والاكس اللي بيشد الملقط والكفر بتاع فتحة دخول الحبر. كلام جميل. تمام، يعني انا لما احرك الدراع لما لتحت، بتحرك الدراع لتحت اللي بيحصل هنا في سوست اهي. اهو كله بالدليل عندك. بالظبط، هنحط الاكس كده. انا حاليا كده هنا اهو، حطينا بس الساقية علشان تفتح لنا منظرها الطبيعي. هنا اهو الملقط مفتوح كلام جميل والبوابة مقفولة. زي الفل. تمام، طب انا هما معمولين كده نتيجة السوستة ضغط عليهم. تمام. تمام، طب انا لو جيت حركت ده كده، بص ايه اللي بيطلع؟ القلب اهو بيطلع معايا، طب استنى، بيعمل هنا ايه؟ بيشد بص، البوابة والقلب. بيشد البوابة وفي نفس الوقت طب فتح انت دخول افتحها الحبر تاني خالص كده بقى. اهو. كلام جميل. ابدأ بقى تمام، واحدة واحدة. اهو انا هبتدي انزل الغطا. اول حاجة اعمل لك ايه؟ قفلنا. افلك المشابيات بتاعت الغطا، بعد كده ايه؟ البوابة بيسحب اتفتحت. البواب. الله تمام ينور، كده، ده منظره يبقى هو مقفول. انت نجم طب بقى. انت عندك بقى اي خشونة هنا، اي خشونة هنا في الدراع ده، واي حبر يقع على الاكس ده، هتيجي تعمل كده هتلاقيها مش عايزة تتحرك معاك، مفيش نعومية. لازم تصنفر البلاستيك ده صنفرة ناعمة، وتديها حتة نقطة زيت أو فازلين أو شحم، الحاجات اللي بتلاقي الحركة عشان تعمل معاك الحركة بالمنظر ده. ده كلام جميل. ونخلي بالنا هنا في نقطة ضعف اللي هي البلاستيكة دي. طب حاول البلاستيكة دي، قرب لي انت بقى كده شوية. البلاستيكة دي مهمة جدا، كلام ونقطة جميل. ضعف في زر الحبر، إن أنت لما بتيجي تقفل كده ده ضغط على البلاستيكة لتحت. كلام جميل. تمام، فأنت المفروض للأمان إنك تمسك البلاستيكة لفوق كده وتنزل، ولو جت حسيت ان هي اتشرخت منك، انت يعني في تعاملات، ان انت اهم حاجة تديها خشونة ان هي واقفة لفوق، ممكن بفلة سيجارة نقطة امير تديها تخشينة من تحت من هنا. انت بتسرب التعاملات بتاعت شركة تمام، الحرامين يا فندم. معلش معلش يا باشمهندس رامي. مش قلبك ابيض. وعلى فكرة بقى، في حاجة هنا الساقية دي، هنفترض ان احنا دلوقتي السكرابر طلع من مكانه، فترة الضغط عليه، السكرابر وقع من مكانه بالمنظر ده. طب استنى احنا تعالى كده عشان الناس تشوف. السكرابر ده وقع من مكانه. طب لو مثلا الاسكربرات دي كلها اتشالت من مكانها، ايه الخطأ اللي ممكن يحصل؟ الخطأ اللي ممكن يحصل ان الحبر هيقعد يتكربس في فتحة الحبر اللي ورا الساقي، مش هيتسلم، مفيش حاجة هتسلمه للسكرابر هيفضل بتاع فتح الحبر خروج الحبر، ينزل من الإزازة بس ما هيفضل يخرجش من ينزل من القلب. الإزازة بس ما يخرجش من فتحة خروج الحبر، فبالتالي المكنة هتجيب لك علامة حبر. يعني ان الريش دي اتقطعت او اتشالت، الحبر مش هيوصل خلاص خلاص، الحبر اخر سكته جوه آخر سكته جوه الزور، مش مش هيطلع هيطلع بقى. من الزور. الله ينور عليك. الريش دي فنلاقي على فكرة، أول إن الفتحة دي لو وسعت لفوق، فبالتالي الريشة مش هتطول السكرابر، ان هي تعمل التلامس بتاعها. لازم تبقى الفتحة دي ضيقة بالملي. معنى ذلك ان السكرابر اللي قدامنا ده لو متشال بقى اساسا، السكرابر اللي قدامنا لو متشال السكرابر برضو، ده السكرابر ده احنا قصدنا بيه المشمع اللي احنا شايفينه قدامنا. المشمع اللي تحت اللي كلام فيه جميل. الفتحة، السكرابر ده لو اتشال برضو نفس الوضع، ان مفيش ريش، يبقى كده الحبر برضو مش هيخرج من الزور. هيفضل هنا. تمام، انا بعينيا شفت ناس صراحة بتشيل السكرابر ده،
وتشيل السكرابر ده ومش هقول عليه. وبيشيلوا الجوان اللي فوق ده كمان. هو ده بيتشال لوحده. شفنا حاجات كتير يا باشمهندس. ماشي كبير، معلش معلش، تمام. اخواتنا صغيرين مش هعملوه. اخواتنا طب احنا هنا عندنا برضو عشان ما انتهوش الساقية الريشة طلعت، تمام. عندنا تعامل بأمير وده مش مجدي ومش هيقعده لعمره الافتراضي المطلوب، خش فاحنا بالمجد عندنا هنجيبه كليبس سبورة اللي هو صغير، دبابيس السبورة دبابيس سبورة هنجيبه إن شاء الله الفيديو الجاي معانا، بأمر الله. وهنحط الدبوس من هنا والبنز هندوسه عليه هننزلوه وهنتني طرفه من هنا، هيمسك طول عمره مش هتفكر في الرياش دي تاني، اوه لا، انت واثق من التعاملات دي؟ واثق من التعاملات دي. تمام فندم. تمام. متجربة يعني في شركة الحرمين بقالنا ايوه خمس بقى، سنين شغالين صيطنا بيها. صيطنا يعني. تمام، احنا كده وصلنا لغاية ايه؟ فك وتركيب بشوية فك مشاكل دورية. وتركيب بس ما فكناش، بس قلب زر البودرة ناقصنا ان احنا نفك قلب زر البودرة. المكان اللي جوه ده بيتنضف مكان القلب ده بقى، صح؟ اه طبعا لأن أي خشونة بتحصل اي في خشونة الفتحة دي، هتحصل طبيعي ان هي هتتقل معاك الحركة بتاعت الفتحة اللي جوه الفتح الصغيرة والتركيب، دي كلها منضفة كل ده نضفة. بتنضف، بتجيب قماشة كلام جميل. تدي كل ده يديوش واحد نظر. نضافة رايق. انت بتعمل ايه يا بهاء؟ تمام. نضف طبعا الليلة دي كلها معاك. تمام. مية مية. وأهم حاجة طبعا قلنا بتنضفها الدراع الأخضر، نضفهم كويس، ولو حتة صنفرة صغيرة تدي واحدة صنفرة هنا وهنا، ونقطة زيت أو في زيت مية مية. هتخلي لك الحركة زي الفل. تمام. معانا القلب ده بيتفك لتلات أجزاء عن طريق المسمار ده. في عطلة أنا عايزك تقول للناس عليها بهاء، اللي هو الملقط لو اتزحلق لجوه. الملقط لو اتزحلق لجوه دلوقتي، الملقط ده ايه اللي إيه؟ هو بتشده كده ما بيطلعش، تمام ده نتيجة مشقويات ماسك. تمام تمام. طب الملقط ده لو اتزحلق لجوه ايه اللي هيحصل؟ ايه البوابة دي مش هتتسحب معانا، فبالتالي فتحة دخول الحبر مش هتفتح، معنى ذلك ان الحبر واقف في الازازه ما الحبر واقف في بينزلش. الإزازة ما بينزلش، هيقعد بقى يدلدق لك على شاسيه الزور. هي شويه المشاكل اللي يعني هي لو سحبت الغطا هيقعد يدلدق لك على شاسيه الزور، هيبهدل لك المكنة. انت تمام. البقلي على الدنيا كلها. شويه بالظبط. المشاكل الصغيره دي، هي دي تقريبا المشاكل اللي بتقابلنا في زور الحبر. هي المشاكل دي، هي دي اللي بتعمل مشاكل في المكنة كلها، كون في تسريب حبر أو إن زور الحبر مش مأدب دوره مظبوط، في مشاكل كتير بتحصل في المكنة، زي علامة حبر، زي تسريب حبر في المكنة، زي بهتان، المشاكل دي كلها ممكن تيجي عن نتيجة زور الحبر. طيب ما انت بتشاركني الرأي ان ال انت نسيتني انا كنت عايز اقول ايه يا هندسه، والله العظيم. ماشي تمام. مع ان لا 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 لا، تمام افتكرت افتكرت معاك. افتكرت. بتشاركني الرأي ان زور الحبر ده، انا مش شايف ان في اي داعي ان في اي وقت من الاوقات ان احنا نقول زور الحبر ده تلف ونغيره، صح؟ لا، يعني في اوقات تقول ان زور الحبر ده تلف وبتغيره. امتى؟ امتى عندك حاجة من الحاجات ان الدراع ده اتكسر، البلاستيكة دي اتكسر، دي مشكلة فعلا. تفتح لك هنا فتحة، يعني كلمة هتبهدل لك المكنة دي كلمة شوية، صحيح، دي عدت عليا. وحتة بقى هتحط لها شكرتون وقماشة والكلام ده، مفيش حاجة من الكلام ده بتطول يعني وبتبهدل لك المكنة، كلام جميل انت الفعل دي. بتقلل بس نسبة التسريب، بس نسبة التسريب شغالة. طب هل في حالة تانية انت شايف ان احنا ممكن نغير الزرع عشانها؟ ان هنا المكان الدراع الاخضر تمام ده اتقطم برضه، ساعتها مش هتعرف تركب دراع اخضر او تاني ممكن انك انت بالزور، بقى تلغي ال تلغي بقى لازم تلغي غطا الازازة ولازم تلغي السوستة وتوصل القلب على طول، بس ده برضه بيعمل لك مشاكل تانية، ان انت كل ما هتيجي هتحط حبر تشيل زول الحبر تحطه تركبه الكلام ده كله، غطا الإزازة مش موجود، دلدقة حبر برضو القصة دي. كلام جميل. فلدواعي نظافة ان احنا نغير، انما بالظبط. احنا لو عايزين نشغله هنشغله، صح؟ احنا هنشغله مفيش مشاكل. يعني لو المجموعة بتاعت سحب الغطا بتاعت الحبر دي باظت، ان احنا ممكن بنشيل. هنلغوا السوستة كلام وهنشيلوا غطا الإزازة، طب ما تورينا الحركة دي بقى كده، لان ممكن في ناس يعني اللي هو هتركب القلب على طول. معهاش تمام. وعايزة تتعامل ايه. نركب القلب على طول، كلام اللي جميل. هنفترض ان الدراع ده كده خلاص مش موجود. يعني تمام. هنركبه الاكس في هنا. تمام. هو لو اللي تحت ده مايل سنة هتعمله كده مثلا، في استنى ناس بقى، هاتوا كده عشان نشوف. اهو
ده كلام جميل. انت كده علقته بره بحيث ما يخشش كده تاني خالص. علقته بره، بس كده عندنا هنا البوابة دي كده مقفولة على طول جوه، فبالتالي ما ينفعش تحط غطاء ازازة. يعني الازازه تمام تتحط من غير غطا، بالظبط، ولو حطيت الازازه من غير غطا يبقى لازم املى ربع الازازه، عشان لازم ما تزودش بقى في الازازة عشان ما تقعدش تسقط حبر ان انا في عدة وانا ماسك التركيبة. الازازه مثلا كده جيت احطها، لو الازازه مليانه هتطبق معايا، ده هي شيء طبيعي. الفكرة بالظبط، هي الغطاء بتاع الازازة ده معمول علشان اول ما تيجي تشيل زول البودرة، انما طول ما زول البودرة في مكانه كده كده غطا الازازة مفتوح جوه، تمام، انما تيجي تشيله طبيعي ان في حبر هيقع، حبر هيندلق، فلازم الغطا يتحط. كلام جميل، فانت وقاية برضو لو عملت الموضوع ده هتملى الازازة ربع، كلام مش جميل. هتملى اكتر من كده. نكمل للناس بقى القلب اللي هي البوابة، نفك القلب لهم. ما فكرهوش. طبعا كل حتة لازم تتفك على حدة زي ما احنا شايفين كده، وتاخد وش النظافة بتاعها. بالظبط، الإجراء اللي احنا ممكن نعمله زيادة، إن احنا لو ريشة مقطوعة من الريش اللي هي بتاعت الساقية دي اللي هي فينا اهي، تمام، والله هي حتى لو مش مقطوعة باشمهندس بتحط لها الكليبسات نحط لها الكلبس لدواعي علشان الأمن. تنساها لغاية ما المكنة تتكهرب. ده كلام جميل، زي الفل. يعني إن احنا حطينا الكلبسات دي فخلاص الموضوع ده بيبقى انا أمان، ما يعني بتتحولش لنقطة ضعف يعني. لو جت صدفة ان انا بفتح زر بودرة في مكنة خارج لمشكلة ما بحط فيها الكليبسات دي. كلام، الله عليك. تمام، الله عليك وعلى اهتمامك. ماشي، يلا هنفتحه قلب زر البودرة، هنفتحه المسمار ده. تمام، هتتفتح معانا دي كده تسلم وهيطلع معانا دي كده. زي الفل. تمام، هي طبعا من العطف جوه فيه وش نظافة النشويات ملوش بقى، حل يعني. هي من جوه طبعا لازم في وش نظافة، وتخلي بالنا الحاجات اللي شبه كده، طيب شايف انا النحل ده. اسال سؤال صغير، لو الحتت دي متوسخه زي ما احنا شايفين كده او اكتر من كده بشويه، ممكن ايه اللي نقابله في الموضوع ده؟ ممكن تتزحلق لما تيجي تسحب ده. يبقى عنيف معايا. تمام، مش هيتسحب معاك بسهولة. كلام جميل، بناء عليه ممكن يتزحلق تمام ويخش لجوه. بالظبط، دي اتزحلق كده ودخل لجوه تبقى البوابة ما فتحتش معاك زي كلام ما جميل. شفناه. او ان الملقاط مثلا علق لجوه، ما ي... تمام، او الملقط يفضل معلق لجوه، لما تيجي بقى ايه انت خلاص عايز تفتح الملقط يفضل معلق لجوه، تيجي تطلع تلاقي الازازة لوحدها والغطا معلق جوه. والغطا لجوه، او ان هو ما يلقطش الغطا اساسا، تمام، او يفتح هو البوابه. انت ساعتها هو مقفول خلاص، هو علق جوه، هتيجي تقفل مش هيلقط الغطا. انا عن نفسي شايف ان النظافه بتاعت الجزئيه دي ونحط مهمة لها جدا، نقطه فيزلين من جوه ونحط لها نقطة فازلين من جوه. صح، بتسهل عمليه دي حاجة الحركه كويسة. بطريقه مهوله يعني. تمام، بتنضفها من كل حتة، وطبعا لازم تعمل الجوان اللي هنا. كلام جميل. اوكي، نظبط مع الناس بقى التقفيل. تمام، بس ده واحدة نظافة. قلبك ابيض والله. تمام، وتنضف هنا، هنيجي ونقفله. يلا بينا. فتحة المسمار هنا في الملقط تدخل لفوق. تمام، ماشي، هنا على الفتحة بتاعة المسمار، فيها تحط مسمارك. أظن الناس مبسوطة. فيديو تفصيلي. تمام، تتأكد ان الحركة ماشية كويسة ومتسحب ما بتتسحبش لجوه. ملبنية. تجيب سوستتك تحطها هنا المنظر ده كده. تمام. تمام، تيجي هنا تحط السوستة حوالين الفتحة دي اهو اللي في النص كده. تمام، وتزق القلب معانا لجوه، مع مراعاة ان الفتحة هنا تبقى بالعرض عشان تحط الاكس، تفضل ماسكها. فتحة. تمام، كلام جميل. تجيب الاكس ترفع الغطا. تمام، وتحط الاكس، دوس عليه لغاية ما يوصل للنص، هتلاقي تكة هتحسسك بالنص. اوكي. تمام، بس هتيجي هنا بعد كده هتجيب الساقية. هتجيب الساقية كده، انت لو تلاحظ ان هنا البوابة مقفولة على فكرة، مادام ما الساقية مش محطوطة. تمام. تمام، علشان هي ضغط السوستة ضغطها للآخر، ضغط البوابة نفسها للآخر. تمام. تمام، يعني انت لو عملت البوابة كده شوية هي فتحت، الملقط هيفتح. فهي اللي بيعمل البوابة كده شوية الساقية، هي بتتحكم فيها بتخليها كده. وريني كده ازاي. تمام، تيجي تحط الساقية. تمام، وانت بتلفها كده ايه عشان ما تضغطش على المشابيات جامد، فالمشابيات تتكسر. فتحت تمام. معانا.
ضغطت البوابة لجوه شوية. يبقى الملقط دلوقتي مفتوح مستعد ان الملقط غطى دلوقتي الازازة. مفتوح مستعد ياخد غطا الإزازة ويدخل كلام جميل ويفتح البوابة اللي هو بتبقى بالمنظر ده كده. تمام كده تمام. احنا قفلنا زر البودرة ما عدا الجزء فتحة خروج الحبر. فتحة خروج الحبر بتجيب البوابة بتاعتها بتحطها كده بالمنظر ده، تقفلها بالمنظر ده. خلصت معانا. وهنا ده الجزء اللي بيترفع هرم، فيه هرم في مجموعة الدرام بيرفعه عشان يفتح معانا الفتحة معنى ذلك ان الهرم اللي بتتكلم عليه هو حاجة على شكل هرمي كده او حاجة على مثلث. شكل هرمي موجودة في مجموعة فتحة دخول الحبر بتاعت مجموعة الدرام، قابلتني كتير ان الموضوع إن الهرم ده يبقى مقطوم فبالتالي ده ما يتفتحش، ما الحبر يوصل لغاية هنا ويكربس، كلام يقعد جميل. يكربس. يعني احنا عندنا كده 3 اماكن ممكن الحبر يقف فيها بثلاث اسباب مختلفة، ان تمام هو ما ينزلش من الازازة اصلا، او ده يخش أول جوه زور حاجتين، الحبر وما يطلعش وما للفتحة يطلعش الجانبية، لفتحة خروج او يقعد الحبر عند الفتحه الجانبيه ما ينزلش لتحت. بالظبط. الثلاث اسباب ان اول حاجه ان البوابه ما تفتحش معانا أول يكون حاجة البوابة الملقاط، الغطا ما يفتحش، انه يكون الملقاط متزحلق لجوه، فبناء عليه لما نيجي نشد الدراع الملقاط يتسحب والبوابه تفضل قافله مكانها. تاني احتمال ان الريش تكون مقطوعه، كلام جميل، فالحبر يفضل بايت جوه في زور الحبر ما يطلعش، او يكون السكرابر اللي احنا قلنا عليه برضو اللي في الجنب اللي في اللي في الجنب ده فتحة خروج مقطوع، الحبر فالحبر برضو مش هيطلع من زور مش الحبر، هيطلع معايا، او ان الهرم اللي في مجموعة الدرام يبقى مكسور فما بيرفعش مش معايا هيرفع البوابة فعلا. البوابة، فبناء عليه الحبر هيقف في الفتحة هنا. كلام جميل. الفتحة دي هتبقى مقفولة، هيقف عندها ومش هينزل، وهتكون الاسباب اللي قلنا عليها دي بتجيب لي علامة حبر في المكنة، او لو البروسيس كنترول ملغي في المكنة ملغيها هتجيب لك بهتين هتجيب لي بهتين ومش هتجيب لي علامة حبر تاني. بالظبط. شكرا كتير اخويا بهاء ان هو عفوا ساعدنا يا في الفيديو بتاع باشمهندس، النهارده ده، وان شاء الله باذن الله في الفتره اللي جايه هنشوف اخونا بهاء هيعمل فيديوهات برضو، إن شاء هيطلع الله المعلومات بإذن اللي الله، عنده وهينشرها للناس، وربنا سبحانه وتعالى يجعله بفايده علينا كلنا، وان شاء الله انتظروا بهاء في الفيديوهات اللي جايه.